رجعنا مع حضراتكم وفقره الفقره الحواريه النهارده. طبعا مشرفنا منورنا طبعا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير، عايزين نتكلم معاه في ملفات كتيره جدا يخص طبعا ما يخص الساحه الرياضيه في مصر وفي الساعات القليله اللي فاتت وكمان في الساعات القادمه وكمان على المستوى الدولي. استاذ محمود برحب بيك، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. انت اللي منور الدنيا. خليني ابدا معاك على طول بالخبر اللي لسه قايلينه من ساعات، ان ميسي بعت جواب او خطاب مكتوب لاداره برشلونه بيقول ان هو مش هيكون متواجد السنه الجايه في برشلونه. شفت الكلام ده ازاي؟ وكان بالنسبه لك مفاجاه ولا كان شيء متوقع؟ لا مفاجاه. مفاجاه. اه طبعا. المفروض بقى السوشيال ميديا تبدا بقى فاسمين. لا طبعا كان خبر مفاجئ، وكمان الغريب في الامر ان كان لسه من يومين ثلاثه بنتكلم ان ميسي قطع اجازته علشان يقعد مع كومان ويقعد مع رئيس النادي عشان يشرحوا المشروع الكتالوني الفتره اللي جايه، وكان كل الاخبار تقريبا كانت بتلمح ان ميسي متواصل او سيواصل مشواره، يمكن بقى له 20 سنه عقدين من الزمن مع برشلونه، وانه من الصعب جدا رحيله لجزئيه الشرط الجزائي وجزئيه كمان ان هو جزء كبير جدا من الكيان في برشلونه. هو طبعا مفاجاه، لانه زي ما بيقولوا انه ميسي يعني ارتبط نجاحات برشلونه في السنوات الاخيره بميسي، يعني النجم الاوحد. ميسي مش لعيب في الفرقه وبس، لا بالعكس، ده ميسي داخل في كل حاجه، يعني يعني ممكن يبقى رايه كمان، عنده راي في اللعيبه، حتى عنده راي في المدير الفني لما يبقى مدير فني جديد. ولو انت اتفقت مع ميسي امورك هتمشي. ما اتفقتش الامر صعب. الكلام ده بقى لو حصل عندنا هنا، ها تتخيل بقى ردود الافعال تبقى عامله ازاي؟ يعني ايه؟ يعني قيس الجانب ما بين الاحتراف وما بين مساله نجاح فريق، ها بنى نجوميته مش على، يعني بنى نجوميته على ميسي، وده احد لا يستطيع احد انه يقلل، وكل الفرق كانت شغلها بس مع عناصر بقى عناصر قويه. يعني نجاحه ما جاش من فراغ، يعني هو نجم لكن معاه نجوم مساعدته. يعني انت ايه حاجه جامده لازم اللي حواليك يكونوا جامدين عشان يعرفوا يوصلوك. دي من الحاجات المفاجآت 2020، ربنا يسامحها. طبعا مفاجأة كبيرة وخاصة لمحبي برشلونة، ويمكن زي ما شفنا في التقرير ان كمان حاكم من كاتالونيا بيطلع بيشكره على المدة اللي قضاها. كمان عايز اقول ان رونالد كومان طبعا المدير الفني القادم طبعا لبرشلونة، اعتقد كانت مفاجأة بالنسبة له، لان اتكلم بعديها وقال طبعا انا كنت اتمنى وجود ميسي، لان ميسي احسن لعيب في العالم، ومين مدرب ما يتمناش ان يكون ميسي موجود معاه في صفوفه. كمان كومان يعني اعتقد كانت مفاجاه بالنسبه له، مفاجاه لكل محبي برشلونه. السؤال اللي جاي هو رايح فين؟ يعني خلينا نتكلم، كل هو حضرتك كل الكلام اللي بتاع اتجاه جوارديولا، يعني مانشستر سيتي مبلغ رهيب كابتن، 700 مليون دولار، يعني ده ميزانيه، يعني دول فيها ميزانيه، دول ميزانيه، دول ميزانيه، دول كبيره. ولاعب بالحجم ده هيكون عنده طبعا يعني حساباته، اكيد عنده حساباته، وما خدش هذا القرار غير لما فكر ومعاه مستشار ومعاه والده ومعاه وكيل بتاعه، وبيقعد يفكر واسرته وايه القرار، وخلاص شايف انه مثلا الدنيا في برشلونه ما عادتش، والعلاقه على ما يبدو يعني مع رئيس النادي مش على الوفاق. وكمان يعني حتى كومان لو قال تصريح فهو قال تصريح دبلوماسي، لكن هو في قرارة نفسه عنده ارتياح خلاص، انت شال من عليك حمل حتى لو كان يعني يعني مش ارتياح طبعا. لا هو بالنسبه له مشكله طبعا، لان ميسي من العناصر الاساسيه، وميسي لعيب كبير وهو بيعمل الفارق، لكن ممكن يكون يعني حساباته بالنسبه لل زي ما بنقول للمشروع القادم لكاتالونيا او لبرشلونه يمكن هيكون في هزه كبيره جدا. سواريز الاسبوع اللي فات بيكلموه يقولوا له انت مش كل موجود، الجيل القديم كله خلاص، فيدال نفس الحاله، بتتكلم على البوسكاس نفس الحاجه، بنتكلم على لعيبه بيكي ايضا من اللعيبه اللي ممكن ترحل. فانت عندك خمس ست لاعبين على مستوى عالي جدا يرحلوا لبرشلونه، وعلامه الاستفهام الى اين برشلونه. الجزء الثاني زي ما انت قلت المان سيتي، يعني انت لو عديت على صوابع اليد مين يقدر يدفع هذا المبلغ وهذا؟ باريس سان جيرمان اعتقد، بس خلاص. والمان سيتي ممكن ممكن، لانه باريس سان جيرمان كمان يعني حيل متحطم على يد بايرن ميونخ في نهائي، يعني شوف قد ايه المحاولات ودفع وكم دفع من اموال لشراء النجوم وشراء اللقب، يعني زي ما تقول انت كنت عاوز تعيد نفسك للمشهد الاوروبي بالصوره، لكن كل المحاولات استحطمت على ايه؟ على اقدام البايرن. البايرن فريق كبير، ورغم انه باريس عمل مباراه كبيره
مباراه كان فيها شد وجذب ومباراه صعبه جدا على الفرقتين، كان قريب من التعادل في وقت من الاوقات، من الاوقات كانت قريبه جدا. ولكن طبعا حارس المرمى ويعني الفرقه الكبيره دايما بتبقى البناء الاساسي بتاعها وخط الدفاع، يعني اذا لم تدافع جيدا لا تستطيع ان تهاجم. حارس المرمى حارس المرمى يعني حارس المرمى يعني مش بقولك نصف الفريق، ده الفريق كله في الميدان خلاص. كوره مع تطور حارس المرمى بيبقى مداب وبيبقى ليبرو وبيبقى عينين الفريق من المنطقه الخلفيه، فهنا هيبقى صراع. هل هو حسم امره مع مانشستر سيتي وروح الدوري الانجليزي، ولا اكيد هيبقى فيه عرض المرعب ده اعتقد اللي يقدر يدفعه باريس سان جيرمان؟ يعني بحكم كمان علاقات تانية، خلي بالك يعني احنا تقصد طبعا الميزانيات يعني في باريس سان جيرمان ممكن تكون مفتوحه بشكل مفتوحة اكبر طبعاً، لكن المان سيتي كمان واعتقد وجود جارديولا هناك ووجود حافز كمان هناك مع لعيبه مميزه، اصل كمان خلي بالك العلاقه ما بين ميسي ونيمار ما كانتش على المستوى المطلوب، يعني في اواخر يمكن عشان كده نيمار مشي من برشلونه ليه جزء طبعا عقد كبير جدا، وكمان انت هو حابب يكون النجم الاوحد، مش الاوحد لكن النجم الاكثر الابرز في الابرز. فوجود ميسي لباريس سان جيرمان ممكن يكون عليها بعض علامات الاستفهام، لكن عن طريق المان سيتي ممكن يكون هو الاقرب، الله اعلم لسه ما فيش اخبار مؤكده، لكن يعني انا من خلال هم يمكن كابتن هم الوحيدين اللي دخلوا في الصوره بطريقه مباشره. المان سيتي، المان سيتي برضو عنده مشكله دوري ابطال اوروبا عامله له عقده وعاوز يكسرها، ومعاه مدرب بيقدم اداء اكثر من رائع في الدوري الانجليزي وحتى في المباريات، ولكن برضو عنده في تكه كده مش عارفه ايه، مش عارفه توصل يعني ايه، عاوز حد يوصلك. طبعا هتبقى يعني دي من مفاجات العالم في 2020، مفاجأة 2020 صحيح دي عماله تدينا كل شيء جديد. نشوف إن انك انت برشلونه من غير ميسي، من غير ميسي هيبقى مشكله كبيره جدا على فكره. الفريق هياخد فتره كبيره جدا عشان هيعاني البحث عن نجوم. لازم تلاحظ كمان انه المعين نضب، معين المواهب، وانا قلت لحضرتك في اتكلمنا في المره اللي فاتت على مستوى العالم معدودين، ما فيش خلاص يعني انت يعني المفروض هنؤرخ ونؤسس لما بعد ميسي ورونالدو، يعني في ميسي ورونالدو كان حاجه، بعديهم مين اللي جاي؟ يعني هتمسك ورقه وقلم هتبص هتكتشف انه المساله بقت صعبه. يعني ايه النجوم حتى البرازيل اللي هم صحره الكوره حتى يعني قلت المواهب، ما فيش في حاله تغير كبير جدا في الوضع، اصبح كل الاتجاه الى ما اشباه النجوم الى ايه اللي يعني وفي لعيبه على مستوى عالي، في لعيبه مستوى لكن ايه ما تديكش لسه قدامهم يعني لسه قدامهم لسه قدامهم لسه عندهم 19 فهيكون بدءا من الساعه دي ومن الخطاب اللي وجهه ميسي هيبدا الحديث وتدور السيناريوهات والتقارير صحيح عن الاسباب والقرار وما وراء هذا القرار المفاجئ، وهل فعلا تم الاتفاق. وهو قال لك ان انا في بند في عادي بيديني الفرصه ان انا اطلب ان انا افسخ العقد وتاخذ الشرط الجزائي، يبقى هو على ما يبدو انه ما خدش الخطوه دي الا اذا ما كان هو تم الاتفاق على شيء. ده حقيقي. خلينا نروح لملف تاني، ملف يمكن اتكلمنا فيه يمكن من بعد مباراه النادي الاهلي والزمالك والاحداث اللي حاصله في خلينا نقول في المجال الاعلامي الرياضي وخاصه في السوشيال ميديا، اللي حسينا ان في تجاوز شويه، حسينا ان في تضخيم للامور بشكل كبير لاغراض معينه، والاغراض المعينه كلنا عارفينها يعني بس مش عايزين نتطرق ليها بشكل او باخر. لكن شفت القصه دي ازاي خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا؟ انا شفت قصه تضليل تضليل للراي العام واغتيال معنوي وكل اللي انت عايزه. هذا ليس له علاقه بالاعلام ابدا. الاعلام الرياضي يعني مع توارد الصحافه، توارد بالصحافه المكتوبه في ظل الظروف والتطور السريع اللي احنا عايشينه، وانه حتى محاولات البعض ان الصحافه المكتوبه ماتت، بقول له لا ما ماتتش ومش هتموت ولسه مستمره وفيها ناس وطلعوا وتطلع وهتكمل مهما يكن. انه الكل يفتي والكل يتكلم والكل يتابع والكل يتحدث. ازاي تحدثني عن فريق متصدر بطوله وبيفايز بيها يعني مقترب من العام الخامس على التوالي، وعندما يخسر المباراه تقوم الدنيا ولا تقعد بهذه الصوره؟ امر غريب جدا. وكانه هل هذه المباراه هي اللي تحسم المسابقات، ولا المسابقات بتحسم من خلال مشوار ينتهي ب 34 مباراه و 36 مباراه حسب نظام مسابقه الدوري؟ هل هو ده الحسم؟ هل هو ده التحليل؟ هل ده التحليل
او هل ده يعني مثلا اقدر اسميه هي دي الرياضه؟ يعني لو ظل الاهلي على عهده انه يفوز دائما ولا يخسر اي مباراه، مفيش فريق في العالم، ما انا بقول لحضرتك اهو، ما انا بكلمك اهو، لو ظل الاهلي على العهد مثلا او اي فريق بيفوز دائما لما يجي يخسر مباراه كل الاتهامات والحديث عن وينص، يعني عارف انت اغلاق يعني يعني شيء في فرق طبعا. عاوز اقول في ناس ما بتعرفش يعني نقد بناء وايه نقد هداب. نقد بناء ده حكايه تانية، انك انت بتعرض يعني ايه السلبيه وحلها، يعني انت مش بتنقد لغرض ولمرض، لا انت بتنقد بتقول الفرقه عملت في الماتش واحد واثنين وثلاثه واربعه وخسرت، انت في ربع ساعه ضيعت اربع اهداف منهم هدفين محققين، ماشي الكوره ما مشيتش معاك خلاص ده مش يومك. لا الاهلي لا احسن من برشلونه ولا احسن من بايرن ميونخ ولا باريس سان جيرمان، معاك فرق الامكانيات عادي لازم يخسر. ده جوزيف عز بتاعه لما زعل من الجمهور ان الجمهور غضب لما الاهلي خسر مثلا ماتش الاسماعيلي بعد ما عادين من كاس العالم 2006 وخسر الاهلي 3-0 في استاد القاهره، مجهود وجهد. يعني عاوز اقول لك ايه، تقبل كمان تقبل الهزيمه دي لما تجيلك في وقت انت كنادي بحجم النادي الاهلي كبطل، دراستك للهزيمه وفلسفتها وانك كده تستطيع ان تخرج منها قوي هو ده سر نجاحك. صحيح انك يعني انك انت تستفيد انت من هذه الامره. خلينا برضو بص إيه؟ البدايه من غلق الاذن، يعني عارف انت هي اول مره الاهلي يتعرض يا جماعه الناس بس ممكن ما تنسى التاريخ، ارجع بقى لايام الكابتن صالح وبعد كابتن صالح شوف ايام الكابتن حسن حمدي حصل ايه. بص يا كابتن يا استاذ محمود معلش اسف، ان في فترات كتيره جدا ما هو في انديه كتيره يعني مش بتقول لكاب، ولكن انت بتتكلم على النادي الاهلي اللوجيك كده، لو جبت حد من بره يقول له في فريق متصدر الدوري بعدد نقاط وفارق النقاط 17 نقطه عن الفريق الثاني، لعب 20 او 21 مباراه خسر مباراه وكسب 17 وتعادل 2، الارقام دي تدل انك لا تتكلم على بطل. فانا كنت شايف اثاره خاصة بعد النتيجة، وعايز أكد تاني إحنا معترفين إن عندنا أخطاء، معترفين إن في حاجة غلط، كل ده موجود وكل ده بيتعالج، لكن المنطق اللي كنت بتكلم بيه وهفضل أتكلم بيه إن سياسة النادي الأهلي مختلفة وإن النادي الأهلي في حتة تانية وإن إحنا عارفين عيوبنا وعارفين ممكن يكون عندنا مشاكل فنية، ممكن يكون عندنا مشاكل إدارية. مش عايزك تقول الكلام ده، هو لا هو عاوز ياخدك، هو دولت هو يعني الجو اللي حصل عاوز ياخدك من الدايرة دي، عاوز يسحبك انك انت تتاثر بماتش باتنين. من امتى الاهلي يا جماعه؟ ده الاهلي رجع من خسران البطوله العربيه في تونس في 97 من الافريقي 2-1 بعد مباراه كبيره جدا وحصلت مشكله نتج عنها انه هولمان مشي من الفريق لما بعده الجماهير راحت له عنده بيته وهتفت الراجل الى الاجانب عامه كده، واكمل وقتها الاهلي الموسم اعتقد مع الكابتن احمد ماهر وخد النادي الاهلي مسابقه الدوري. خلاص اللي انا عايز اقوله لك، انت من ثوابتك لانه انا مضايقني قوي تقعد تكلمني على مبادئك وقيمك، يعني ايه عارف عاوز اقول لك ايه؟ انا نجحت ان انا اطلعك بره الدايره، ما انا عاوز اسحبك معايا دلوقتي. بص اجيبك في حتتي، ما انا خلاص يعني عاوز اجيبك في حتتي، عاوز اخليك بقى مشغول ترد عليا. لغايه دلوقتي هو ناجح ان هو يسحبك في الجزئيه دي. انت كان دورك طول عمرك انت بعد ما بتخسر بتقفل. ده حقيقي. بتقفل انت، كل الفرقه كلها بتقفل والمسؤولين ما حدش بيتكلم. سيب اللي يتكلم يتكلم واللي يشتم يشتم. الرد بيكون فين؟ دايما الاهلي كان بيعمل ايه؟ دايما كان بيقول لك الرد في الملعب، مش هرد في يعني حتى يعني لما تقعد تتكلم ممكن تقعد تتابع رئيس النادي عشان يتكلم تاخد منه تصريح رد على ما فيش، ما حدش بيكلمك. خلي بالك يا يعني استاذ محمود، الرد في الملعب ده عشان برضو الناس تكون عارفه ده لغه اللاعبين، يعني احنا من احنا صغيرين في النادي الاهلي بنتربى لو اي حاجه حصلت يجي المدير الفني يقول لك انت كنت غلطان في كذا وكذا وكذا، انت هترد عليه كلاعب؟ هتقول له الرد في الملعب، لان الرد ده في الملعب ده هو هاني. مختصر الكلام ده الكلام الصح، ده الكلام اللي اتقال يا كابتن هاني. لكن هو طبعا المشهد اللي حصل بعد الماتش مشهد يعني مرتبك ومرعب، واللي يقول لك اصل الاهلي مسيطر عليه، طلع الاهلي ما مسيطرش على الاعلام. لا انا بقول حاجه تانية، الاهلي مش مسيطر، انا بتكلم اعلام النادي الاهلي اعلام في حته تانية. ما انا بكلم لا مش انا عليها. مش مشغول بيك، ما انا دلوقتي انا عاوز اقول لك على حاجه. عندما تجد تكتشف ان هناك اكثر من 6 إلى 7 شاشات منتش موجودين خصصوا جميعا لمهاجمه الاهلي، لا يتحدثون عن ايجابيه،
نيسو ان الاهلي متصدر. سيبك بقى من الدوري، انا مالي انت تاخد الدوري ده، انا اهم حاجه انك انت خسرت الماتش ده. طب انا ده اول مره اول ماتش اخسره في المسابقه. طب كلمني اتكلم على التوفيق عدم التوفيق. الله انت وجعتوا دماغنا بالاحتراف وانه لازم فرقه تكسب عشان يبقى في منافسه. طب نتنافس ولا ما نتنافسش؟ يعني عاوزين نفهم. لو كملنا وكسبنا مثلا، لو الاهلي كسب وكمل 6-7 مثلا سنين الدوري يقول لك التحقيق، يا نهار ابيض. يعني عاوزين ايه؟ يعني عاوزين نطلع من كل الهيصه دي والفيلم اللي عايزينه، نروح نبدا نخش بقى نرد على بعض، وده يكسب وده ما يكسبش. انا بحس هو ده المطلوب. يعني ما أنا بك... انت ما ده انت مطلوب منك، او بيبقى فيه دايما عوامل ضغط كتيره جدا، ودايما البطل ودايما اللي على القمه ودايما اللي في المرتبه الاولى بيكون عليه ضغوط، وضغوط كبيره جدا. فعمليه الضغط من خلال وسائل الاعلام، من السوشيال ميديا، هو عايز في فتره من الاوقات انك تنزل للحته بتاعته شويه، انك تبدا ترد. ومجرد ان انت بدات ترد هو ده جزء. ده انا متصدر المسابقه، واحد طالع يقول لك الضرب في الميت حرام. يا ابني عيب يعني، يا ابني يا ابني عيب، يا ابني ده بالصحه. يعني عاوز اقول لك ايه يا ابني؟ عيب غلط. غلط في ادب، في حاجه اسمها احترام. يا ابني عيب، يا ابني في ادب حتى في الحديث، يا ابني في ضمير. لما انت تيجي تتكلم حتى لو الاهلي خسر ماتش وانت فرحان وهتموت، عيب تتكلم. يعني عيب التناول بالاسلوب يبقى كده. يعني عاوز اقول لك الاهلي بادبه وباحترامه جرأ الناس عليه. يعني انت قاعد ملتزم، واحد مؤدب مش راضي يرد، مش راضي يتكلم. هو ماجد زهر ما اتكلمش ولا هيتكلم لو قعدت 100 سنه مش هيتكلم. مش بيشتغل ولا المسؤولين. يعني اذا طلع كابتن سيد حفيظ وعمل تعليق بتبقى هاله، وازاي يطلع؟ لكن مسموح للناس التانيه تطلع وتتناول ويعني وتنتقد وتهاجم، ده عادي. قصدي دي حريه الراي. لكن الطرف الاخر ليس مسموحا لك ان تدافع عن نفسك. الهدف واحد، مش خساره مسابقه الدوري. وعارف نفسه انه في الدوري المنافسين عارفين ان المسابقه شكلها ايه، فرق 17 نقطه. ولازم لعيبه الاهلي يعرفوا نفسهم ان هم المسؤولين عن اللي حصل. لازم يعرفوا قيمه النادي وقيمه الناس وقيمه الجمهور. ده حقيقة. الجمهور الاهلي لازم يعي جيدا انه في كل اوقات اللي كتب فيها الاهلي مرحله جديده من نجاحه كان بمسانده الجمهور. اذا تخلى الجمهور واستمع البعض، يعني مثلا الحمله اللي اتعملت على مروان محسن من بعد الاهلاويه، شيء مبالغ، شيء غريب برضو. ده برضو غريب على النادي الاهلي. ده فيجي في وقت ممكن يبقى اللاعب ده مانويل قعد سنه مع فلافي يدافع عنه، رغم بس كان في ايه، كان في طرف اخر، وفي الاخر عمل ايه؟ كسر الدنيا ولا ما كسرش؟ جت فتره والكره قفلت معاك، حياتك نفسها ممكن يعمل عدم توفيق. يا جماعة في حاجة اسمها الرحمة. يعني بني آدم أخطأ، عمل لقطة في حالة غير طبيعية، مش يعني تصرف، لكن هل يتم دفعه؟ هل ده من ما ده؟ هنرجع تاني يا أستاذ محمود لعملية النقد، وعملية في نقد بناء ونقد هدام، وعملية ما هو وراء النقد. فأنت عندك سكتين، عندك اتنين مسج. في مسج بتتبعت إن أنا بنقد الأستاذ محمود عشان عايز أوصله للأفضل، عايز أستفزه إن يكون أفضل. وفي مسج تانية إن أنا عايز أهد، مش عايز أهد بس واحد من الفريق، لأ ده كان في كمان عايز أهد وليد سليمان بطريقة أو بأخرى. فخلينا، أنا مش عايز أكمل، يعني مش عايز أتكلم كتير في الملف ده. ليه؟ لأن أنا عندي قناعة كبيرة جدا إن أنا مش عايز أتاخد للمنطقة اللي هو عايزها، مش عايز ياخد. بس الصورة واضحة بالنسبة لك؟ أنا الصورة واضحة. يعني المسج اللي جت بعد الماتش الناس استوعبتها ولا ما استوعبتهاش؟ الصورة واضحة لجماهير النادي الأهلي، يعني مش مشوشة، يعني واضحة وصريحة. وخلي بالك ان الصوره واضحه لجماهير النادي الاهلي ولغير جماهير النادي الاهلي، الصوره واضحه جدا جدا. لكن احنا متعودين في النادي الاهلي زي ما انت قلت كده، بنقفل على نفسنا ان احنا بنسد ودنا، يعني مش هقول لك احنا بنعاقب نفسنا، لكن في الغرف المغلقه. والرد دايما بيكون من خلال، مش بالتصريحات وبالكلام، لان لو رديت على انا انت كلمتني هرد عليك، هترد عليا تاني، فانت كده بعدتني تماما عن التركيز. وخاصه التوقيت مهم جدا، احنا بنتكلم خلاص اقل من شهر داخل على بطوله افريقيه، انت عندك بطوله الدوري، فانت هتجرني ان انت هتكلم، فانا هرد عليك فهترد عليا. فهو كده نجح انه يقدر يجرك. لا نجح انه يبعدك عن تركيزك. ما انت لازم تحس حاجه، يعني قبل المباراه باخدك بقى برميلك بقى خلاص، لانك انت اصبحت مسألة فيها صيت سهل. أنا باخدك في حتة وبلعبك،
بيقول لك قبل الماتش ده خاتم سليمان وبتاع وكله ماشي وراه وبيعرض ما انا بكلمك اهو يعني انا كنت فأنا إيه؟ كنت بضحك هتيجي انت تنزل الملعب فتفاجئ انه وليد نازل وناس رايحه تجري. طب هو فين المسؤولين في الاهلي؟ فين الفريق؟ فين اللعيبه؟ يعني انت ازاي يعني هل ده من المنطق ينزل يدارين المباراه موجوده واللاعب نازل جارحين يقولوا له يعني ده كلام طبيعي يحصل في اي حاجه؟ يعني هل من المعقول فعلا الكلام ده نصل لهذه المرحله؟ ماشي الضغط ما انا دلوقتي هختار عناصر بعينها واضغط عليها. كل من ينتمي للاهلي بيتعرض الان لحمله تشويه عشان تبقى انت فاهم. ده الكلام ده سواء لاعبين اداريين مجلس اداره صحفيين منتمين على فكره النادي اكبر اكبر من الكلام ده بكتير. انا بكلمك اهو كل بقى في مرحله ايه؟ مرحله تشويه. صمت الاهلي طمع البعض. وهم عارفين ان انا مش هتكلم ومش هرد وما فيش حد هيخرج من الاهلي يقول لك كلمه. بس في ناس الناس اللي عندها ضمير وتعي الكلام ده اذا كان عندهم ضمير يعرف ان هو لا يتمادى في هذه الصوره لانه في حساب ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب. ما تتخدعش قوي يعني ما استغلش ان انا بتعامل معاك بادب وباحترام وما ردش عليك فيكون رد فعل انك انت تزيد قوي في التضليل ومحاوله الاغتيال واتهامات ومجلس الاداره. ما هو انت في سؤال برضو الناس بتقول لك هو طب مجلس الاداره ما بيردش ليه؟ يعني الاجابه واضحه وضوح الشمس. من امتى رد يا من امتى رد هاني. ومن امتى هرد على من امتى هيرد طيب؟ والاسلوب يعني ايه يعني انت لما يا استاذ محمود تيجي تسالني باسلوب محترم او تنتقدني باسلوب محترم فهتلاقي الرد المحترم هشرح لك. لكن حتى يعني الحاجات اللي بتتقال ما تتردش عليها يعني دون المستوى دون المستوى الاخلاقي دون المستوى الثقافي دون المستوى الرياضي فانا ازاي هنزل وارد على هذا المستوى؟ فده النادي الاهلي. فمجرد ان انا ما بردش على الكلام ده لان انا النادي الاهلي انا الكبير انا يعني اللي خلي بالك في صحابي زملكاويه كتير النهارده كنت بتكلم مع ناس صحابي فبيقولوا لي يا اخي ما احنا طول عمرنا شايفين النادي الاهلي في حته تانية شايفين النادي الاهلي في حته تانية فانا حاسس ان الحته دي لا بدا الناس تقلق منها. هكسرها ازاي؟ طول عمر هكسرها ازاي وهيفضل النادي الاهلي في حته تانية. من امتى بدا الموضوع ده يا كابتن هاني؟ من سنه حمله ممنهجه وكان يجب على المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يقفوا عند ده يعني يعني برضه حاله مع حاله تؤخذ بالدراسه. ايه هو الهدف؟ الهدف هو تشويه الصوره. الهدف ان انا اشوه الصوره عند الناس الاجيال اللي طالعه. ان انا اقول لك بطولاتك حرام وان انا اقول لك كذا وعلى اعتبار ان البطولات المنافسين بطولات حلال يعني او جامده جدا يعني. نادي القرن هو الاتحاد الافريقي كذا كذا هو انت واخد من الاتحاد الافريقي خمس بطولات ومش عارف كم سوبر في الاتحاد الافريقي اللي كان بيديره عايز حياته ومش عارف مين يعني عايز اقول لك ايه؟ منهج وفلسفه قائمه على التضليل وزراعه التعصب. في زراعه على التعصب ده حقيقي ده حقيقي والعنصريه بسرعه. هل الكلام ده لو افترضنا جدلا انه رد مجلس اداره الاهلي وخرج عشان يعمل معاك ينزل معاك الجيم مش هيعرف يعني مش اسلوبنا ولا يعني مش ما يعرفش يعني عايز اقول لك ايه انا فاهم تقصد ايه يعني مش هيعرف انزل اجاريك في المساله يعني ايه انت على مدار انت بتعاقبني اول ما بتسمع كلمه مبادئ واخلاق وبتاع بتضايقك ليه؟ يعني بتوترك نفسيا يعني انت تعب اعصابك فانت بتحاول تكسر الجزئيه دي ده حقيقي عشان ان انا انزل الكلام. طيب هل رغم كل الضغط اللي بيتم ده هل مطالب من مجلس اداره النادي الاهلي يتم ينزل الملعب يرد على الكلام ده؟ لا طبعا لا طبعا. لما تقول الرد في الملعب تبص عيوبك انت واخطائك فين؟ تصلح نفسك ده صحيح تشتغل على نفسك صح ماشي ترد انك تفوز وتاخد بطوله وبطوله ثانيه وبطوله ثالثه تستسلم بقى للمرحله وتقعد تفكر فلان شتمني وفلان انتقد عايز اقول لك على حاجه وفلان قال عليا كذا يا كابتن هاني ده في ايام الكابتن حسن حمدي تعرض لحمله ايام الصحافه ما كانت صحافه كانت بالصفحات مثلا وانا شاهد على الكلام ده فلما حصل الحمله من احد الجرايد المعروفه فوجئت الناس في مجلس اداره كانوا متضايقين جدا عاوز ناخدوا موقف مثلا من الناس اللي بتهاجم الاهلي وطلبوا انه يمنعوا الناس من تدخل النادي كان نتيجه رد الفعل اوريك يعني الفرق المدرسه يعني المدرسه والفكر عمل اجتماع واتكلم مع الناس وتناقش وكان رد فعله يا جماعه لو انا جيت دلوقتي عملت ازمه مع الصحافه من حق الصحافه تكتب اللي هي شايفاه واحنا هنعمل اللي احنا شايفينه
واحنا دورنا نعالج اخطائنا ونكسب. هم بكره اول ناس هيفردوا الصفحات لينا بسبب ان احنا كسبنا ومش هيلقوا كلام يقولوه. يعني عاوز اقول لك ايه، لكن محاوله ادعاء انك خسرت ما كسبت مباراه، امال بتقعدوا تتفرجوا وتتمزجوا وتقول يا سلام على الاثاره ولازم يبقى في 3 4 فرق منافسين على المسابقه ومش عارف مين. طب ده الفارق 17 نقطه خلاص، وخسرت مباراة امر طبيعي جدا ان انا اخسر ويومي مش طبيعي، وبكره وبعده تيجي واي فريق هيخسر والمنافس هيخسر وده هيخسر عادي يا جماعه، ما هي دي الكوره. لكن محاوله ان اخد المساله دي واصورها على اتهام والاداره والاخطاء ومش عارف، طب والاداره تعمل ايه؟ هنقعد نتكلم في ملف حسام عاشور، لو حلفت على الميه تتجم مش هصدقوك انك انت عرضت عليه 1-2 واحمد فتحي عرضت عليه ورمضان صبحي خلاص صحيح. عارف انت ايه يعني؟ هو الاهلي، انتوا عاوزين مثلا يتم ظلم اظلم الاهلي في ان اختصروا في 3-4 لعيبه من نجومه مثلا رفضوا ان هم يستمروا او منهم من اعتزل؟ يعني كده خلاص الاهلي الظلم بقى، كابتن خطيب اعتزل طبعا وبركات اعتزل وبتريكا مشي وصالح سليم مشي وحسن حمدي مشي وانت مشي احترف خلاص الاهلي يقف صحيح. يعني هل الاهلي يعني مش عاوز اقول لك مش تاثر بغياب لعيبه المواضيع مع قله المواهب، يعني دول الابرز في الفتره، انت عندك مشكله انك انت حتى الان ما زلت بتبني يعني بناء طبعا بناء احنا لسه بنبني لسه بس انا يعني لسه عندك شغل هقطع حوارنا، لكن انا اكبرك ازاي في خبر مهم جدا معلش هقطع حديثنا. معانا طبعا على التليفون كابتن خالد مهدي مدير الكوره بالانتاج الحربي، واهلا بيك. اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك كابتن هاني. عندنا ازيك يا استاذ خالد، اخبارك ايه؟ عندنا خبر يمكن ان كابتن مختار تقدم باستقالته بعد طبعا الهزيمه من بيراميدز 3-0. عايزين نعرف منك اللي حصل والكواليس ايه بالظبط بالنسبه لهذا الخبر يعني. والله يا كابتن هاني انت عارف ان الهزيمه بتبقى يعني برضو باوقات المدرب بيبقى خارج عن شعوره يعني بيبقى زعلان. فكابتن مختار بلغني واحنا قاعد بنتابع بعد الماتش قال لي انا مش قادر اعمل حاجه، فانا اخر ماتش معاكم واخر ماتش مع الفرقه طلعت دي. فقلت له كابتن الكلام ده ما بيتحكش اهدى انت ماتش طلع الجيش لو ربنا تمشي ولا فهديته وقلت له والله الموضوع بيتعرض على الارض ونتكلم يعني الكلام ده ما بيتحكش في الاعلام يعني. فانا فوجئت ان هو كابتن مختار طلع صرح، فهي دي الحياه اللي غارت بينه وبينه. وانا ما كلمت معاه تاني كان قاعد شويه عن يعني كان قاعد عن ساعه المباراه يعني ممكن يكون زي ما بنقول كده نرفزه مباراه والخروج شويه عن احنا عارفين طبعا كابتن مختار مرتبط بشكل كبير بالانتاج الحربي وبيقدم عروض مش السنه دي بس على مستوى السنوات اللي فاتت عروض جيده جدا. ف يعني حضرتك شايف ان كابتن مختار يمكن في حاله عصبيه شويه؟ طب لو في حاله تمسك الكابتن مختار بقراره هيتم التعامل؟ هل اكيد طبعا هيبقى في سيناريوهات ثانيه هتتعمل يعني اكيد طبعا يعني بس حضرتك شايف ان شاء الله كابتن مختار يمكن في حاله عصبيه شويه نتيجه للمباراه؟ يعني انا لقيته قاعده بعد المباراه لازم قاعده بعد المباراه يبقى بكره هيكون افضل ان شاء الله. ما 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 يعني رئيس النادي اللي هو اشرف برضه كمان يعني متفاهم الكلام ده كله وبيسمع يعني وبتاع، فهنقعد معاه بكره باذن الله وموجود في التمرين ونشوف الدنيا فيها ايه وباذن الله يعني نعالج امورنا. ولكن انا ما بحبش ارمي يعني بعلق شماعات، ولكن احنا يعني الفرقه بتاعتنا وقعت في وقت كان في المباريات الوديه والتمرينات والكلام ده، ما في موضوع كورونا ده اثر علينا بشكل كبير يعني. ما فيش شك طبعا اثر على كل الفرق وخاصه الانتاج الحربي كان عندكم اصابات كتير، لكن انا باكد تاني على كلامي ان الانتاج الحربي رغم كل دوت ماشي بصوره جيده جدا في السنوات اللي فاتت حتى الموسم ده لا باس ابدا بالظبط. انا متاجل لي ماتش اف سي مصر لو ربنا كرم فيها ب 27 جون يعني بس سادس ولا يعني ما 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 فالامور سهله الامور. ماتش بي يعني بيودي صحيح في مكانه ماتش ثاني ولكن احنا مش يعني هو مش ما كناش هنكون الا بعد خمس مباراه
لان يعتبر المباراه اللي احنا لعبناها كانت هي المباراه اللي كنا بنلعب ان هنحضر الفرقه دي. فباذن الله نتمنى ويبقى في جلسات ونقعد برضه ما نبطلش قعد مع اللعيبه ان احنا نحاول ان احنا نفوق نفسنا ونفوق اللعيبه بحيث ان احنا نعدي من الازمه اللي احنا فيها دي. ده دور مهم جدا كابتن خالد. وطبعا انا يعني في الفتره اللي فاتت كمان انضم للجهاز الفني كابتن مجدي عبد العاطي. كابتن مجدي عبد العاطي يعني عايز اقول من ولاد الكابتن مختار على المستوى التدريبي، يعني اشتغل معاه فترات طويله جدا جدا. ومجدي عبد العاطي استقال من نادي اسوان، مدرب واعد، مدرب جيد جدا، يعرف كمان يعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، داخل النادي بقاله فتره. فوارد وارد ان لو كابتن مختار استقر على قراره انه هيرحل، يبقى الكابتن مجدي عبد العاطي هو المدير الفني للانتاج الحربي. والله ده كابتن هاني، ده قرار مجلس الاداره وقرار لجنه الكره. هيبقى انا بقول لحضرتك هيتعمل سيناريوهات، هيتحط كذا سيناريو واحد واثنين وثلاثه وهنشتغل. ان انت طبعا انت عارف ان انت مش هتستنى لما تفوجئ ان انت تلاقيك مباراه ورا مباراه بتتاخد منك، فانت بتعمل سيناريوهات مظبوط وبتجهز الاصلح للنادي يعني. لا كل التوفيق ليك يا كابتن خالد، كل التوفيق للكابتن مختار، وان شاء الله يعني الانتاج الحربي منظومه تحترم جدا على المستوى الاحترافي المطلوب، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وللكابتن مختار وكل فرقتك. شكرا كابتن خالد ليك، شكرا جزيلا. مفاجآت برضو يا استاذ محمود، عماله تقل علينا مفاجآت يعني بعد بقى دي بقى الكورونا غيرت ناس على فكره يعني. انا بالنسبه لي مفاجأة طبعا. طبعا هي الكوره كده ماشي بشكل كويس، يعني عمل ماتش كويس جدا قدام النادي الاهلي. طبعا عادل يعني طبعًا. وكان يعني قريب من المكسب على فكره، لكن هي دي الكوره يعني. النهارده مش يومك تخسر 3-0 يعني. هو كابتن مختار انا عارف ان هو بيبقى بعد الماتش بيبقى مشدود شويه وعصبي شويه طبعًا. واعتقد انا في رايي الشخصي اعتقد ان شاء الله بكره او بعده، بعد طبعا متمسكين بيه بشكل كبير، وكمان علاقته مع اللعيبه علاقه كويسه جدا، فاعتقد ان شاء الله يمكن هي بس لحظه زعل شويه، لكن هيكون ان شاء الله متواجد الفتره اللي جايه باذن الله. اتمنى له التوفيق. طيب. ان شاء الله احنا نروح بقى للنادي الاهلي تاني، وعندنا مباراه مهمه جدا بكره. انت شايف المباراه بكره ازاي؟ طبعا مع فريق الجونه، وخاصه ان الجونه كمان بيمر بازمه على مستوى النتائج، يمكن خسر المباراه اللي فاتت امام نادي اف سي مصر. فانت شايف المباراه ازاي بكره؟ لا مباراه مش سهله، مباراه صعبه يعني. خلاص كل دلوقتي خلاص فرق صارع الهبوط هتبقى عقبه كبيره جدا يعني. اهم حاجه ان الاهلي مقبل على 4 مباريات ورا بعض، اذا ما حسمش ال4 مباريات هيبقى عنده مشكله. ده حسم 4 مباريات يريحك نفسيا ويريحك على قمه الجد، وخلاص تستعد بقى للمواجهه الاهم والاشرس اللي هي مواجهه الوداد. صحيح. لكن اذا ما تمش احتواء تراجع المستوى في ال3-4 مباريات يعني قبل مباراه الزمالك، خد من مباراه ان رغم فوز 2-0، التعادل مع الانتاج والفوز على اسوان، هتلاحظ النقاط اللي احنا اتكلمت مع حضرتك قبل كده. قلت لك ايه؟ لو احنا قلت لك هيلعب بثلاثه في نص الملعب ده فعلا. صح؟ انا كنت يعني كنت ده انا على المستوى الراي الفني كنت بقول، انا كنت ما كنتش متوقع. انا قلت هيلعب. حتى لما اتقال التشكيل بدري الناس كلها استغربت، الناس عندها نقطه تشكيل مسرب بصوره لخداع يعني الناس، لكن هي كانت المفاجاه انه اللي حصل في المباراه ده توفيق وعدم توفيق، وكان ممكن تلحق انك انت تعالى، لكن خلاص مش يومك، مش الدنيا الكوره مش هتقف يعني. لما برشلونه خسر 8 مثلا خلاص برشلونه هيقفل ويروح ولا هيعالج. طب لما خسر قبل كده بايرن ميونخ برضه قبل كده 4-3 مثلا يعني، نماذج كتيره، والسيتي خرج من الشامبيونز ليج. ويعني انا عاوز اقول لك ايه، انك انت في ناس بتعرف ومن بينها الاهلي، من الحاجات من التجارب ومن التاريخ بيعرف يخرج قوي من الحاجات زي دي. دي لقطه جت مبكره قبل المباراه ومشوار مهم جدا هو دوري ابطال افريقيا. على طول الاداره قعدت واتكلمت وناقشت وبحثت ووجهت رسائلها والكلام ده. وفي حاجات تانية في شغل هيتم مش لازم اقوله لك، ان انا اقول لك هعمل ايه واروح فين واجي منين خلاص. لكن انت على المستوى مباراه بكره مهمه جدا، الفوز فيها والاداء القوي هيديك دفعه انك انت تكمل في ال3 مباريات اللي فاضلين. اي تهاون او تخاذل او عدم التزام بمباراه بكره هيعمل لك مشكله،
لان مش هتواجه بكره فريق، لا ده هتواجه فريق هيلعب على عينه، يقول لك ايه الاهلي خلاص ده من المسابقه وهيريح وبتاع والكلام ده، لا كمان نفسيا هيلعب لك على جزئيه ايه؟ هيلعب على جزئيه كمان ان هو جاي الاهلي مضغوط، فخلي بالك انا لو مدير الفني مش عارف ايه هعمل فرصه عارف ازيد عليه من الضغوط واقفله بالظبط والعب، يعني عاوز اقول لك ايه، فالمباراه محتاجه انه هيبقى دور الجهاز الفني مهم جدا في تجهيز اللاعب نفسيا، في اخراج اللعيبه، اعرف يتكلم معاهم كتير، اكيد ده كل الكلام ده موجود وكابتن سيد عبد الحفيظ. فاعتقد ان الفوز بكره هيبقى فوز مهم جدا، رغم انه هيواجهوا فريق هم اذا كان الناس فاكره انه بيواجهوا فريق بيصارع الهبوط، لكن من الفرق المميزه جدا، فرق مميزه عنده قدراته وبيدرو المدرب مفاجاه، بيدرو المدرب كويس كمان طبعًا. وانا لو مدرب في الوقت دوت برضو انا هقول للعيبه استغلوا الحاله بتاعت النادي الاهلي مش الحاله الفنيه، ممكن جدا انا لو مكانه يعني، وده معروف كمان للعيبه يقول لك طب عامه مباراه الاهلي مع الفرق مش هقول الفرق المتوسطه هو نازل مش خسران حاجه يعني، هو ودي تبقى المباراه الصعبه يعني برضه عشان الناس تبقى عارفه، المباريات مع الفرق اللي في وسط الجدول او المؤخره دي بقى المباراه الاصعب شويه في التجهيز الفني، لان الفرق اللي نازله قدامك بتبقى خلاص انا مش خسران حاجه، لو اتغلبت من النادي الاهلي فده شيء طبيعي، لكن لو حققت مفاجاه وكسبت وده بتلاقي المجهود بيبقى مضاعف امام النادي الاهلي، بتلاقي القتال بيبقى اكتر على الفوز امام النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده اسم كبير جدا، وبالتالي دي اللي بتاخد شويه صعوبه للمباراه، لكن على المستوى الفني لا طبعا ان شاء الله يعني هيكون في تفوق للنادي الاهلي. ده التفوق ده مرتبط بانك انت خلاص قفلت صفحه مباراه القمه وعرفت انه هدفك الاساسي هو مش الفوز بمباراة واحدة، صحيح. يعني هدف انك انت تفوز بمسابقة الدوري ده الأهم طبعا، وده الأفضل وده اللي هيتحسب في النهاية. عادي انت ممكن وانت في مشوارك ماشي ما تاخدش المسابقة وتكسب مباراة بهدف، هي دي بطولة يعني، دي البطولات هتتحسب بالإنجازات العظيمة، هتتحسب بالطريقة دي، هي الفرق الكبيرة كده التاريخ طبعا، التاريخ بيذكر البطولات يعني، لا انت بتقاتل. وبعدين بص على بطولة السنة اللي فاتت، شفت الأهلي كان فين؟ صحيح، ومنطقه دافئه ومش عارف ايه ومهدد بالهبوط، يعني ناس ما بتختشيش يعني بتستخف دمها، ودمها مش خفيف اصلا، وشايفها يعني بتتعامل على انه يعني مستغل لا مش هيرد عليا ومش هيعمل معايا موقف، ماشي مش هيعمل معاك موقف لانه مش حاطك في حساباته. ده حقيقي يعني ده حقيقي. فاتمنى طبعا انه بكره اللعيبه والناس انه خلاص يا جماعه اقفل وبص على نفسك وصلى عيوبك وابدا افكر في الهدف الاساسي، لكن هتقعد تستمر تعيش في الكلام ده وتقعد تفكر وتناقش لا اعتقد انك انت اللي هتخسر في النهايه. طب خلينا نكمل مع حضرتك بعد الفاصل، نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل مع ضيفنا الاستاذ محمود صبري. رجعنا مع حضراتكم طبعا وضيفنا الاستاذ محمود صبري. خلينا كلمك يعني انا عايز احط من وجهه نظري الشخصيه تشكيل النادي الاهلي بكره من وجهه نظري تفاديا لبعض انا كنت شايف ان في بعض الاخطاء في التشكيل لمباراه الزمالك، فخليني اقول لك تشكيلي ويا رب انت ما تطلعش صح، لان انت قلت هلعب بثلاثه في نص الملعب مش محتاجينها خالص. فانا في وجهه نظري هيبدا مثلا محمد الشناوي، احمد فتحي باك يمين، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، دول الاربعه اللي ورا نص الملعب وجهه نظري يعني. ديانج مع عمرو السوليه قدامهم ثلاثه، ناحيه الشمال اجاييه بيعمل جبهه مع علي معلول، تحت راس الحرب هيبقى مجدي قفشه، ناحيه اليمين هيبقى وليد سليمان، وبادجي هو راس الحرب. ده تشكيلتي وما تقوليش هيلعب بثلاثه. قول لي ايه رايك بالتشكيل. وليد سليمان بره علشان الاصابه. الإصابة. طيب عندنا لو احمد الشيخ موجود او هيبقى عندك اكيد جيلاردو يعني. انا وفي اعتقادي ان يعني بعض علامات استفهام على جيلاردو على النواحي الفنيه، لكن هو لما كمان بيلعب يعني بيلعب ناحيه اليمين افضل شويه ما بيلعب ناحيه الشمال، يعني المباراه اللي فاتت شفناه ناحيه الشمال. فانا في رايي طبعا وليد لو موجود كان هيفرق شويه، هيفرق طبعا، لكن دي انا شايفها عدله الملعب. ودي من الاخطاء 4-2-3-1 ودي من الاخطاء. وليد انا شايفه خلاص يعني كبر في السن، انا كان ممكن استفيد منه في نص الملعب، يعني استفيد ان انا ابدا بالمباراه، يعني المباريات اللي زي دي لما انا اتكلمت مع حضرتك قلت لك البدايه، بس انت قلت لي بدايه وانا قلت لك مش معقول العب بثلاثه في نص الملعب. ايوه قلت لك البدايه، انت من بدايه المباراه زي دي بتخلص فيها بطلك فور ربع ساعه، ها
هجمه مرتده الملعب نصه فاضي ورا، طبيعي جدا مع لعيب حجم اشرف بن شرقي معروف، خلاص جت الفرصه عرضيه حظ الجول من تغطيه خطا من علي معلول كان في حارس رأي. اخطاء طبيعي في كل حته، هي الكره بتيجي من فين؟ من الاهداف تيجي من فين؟ اكيد من اخطاء. نعمل حاجه ثانيه يعني؟ لا لا طبيعي اخطاء طبعا يعني نعمل كره ثانيه يعني، خلي بالك استغلال الخصم للاخطاء يعني احنا جالنا بصراحه جالنا اكتر من اربع فرص محققه، لا لكن ما قدرناش نترجم الكلام ده لاهداف خلاص يعني. والاهداف ايه؟ توفيق وعدم. ده حقيقي توفيق ده حقيقي. طيب هيجي بكره، طب ليه ما تفكرش انك تخلي الناس تشوف نشيل النادي الاهلي؟ الناس برضو عندها علامات استفهام، ثلاث لعيبه في، ما انا بقول لك اهو الناس عندها علامات استفهام، ليه ما نشوفش نشيل النادي الاهلي؟ يعني لو مفيش حد مقنع تقدر ترميه في ماتش تقدمه تقول اتفضل عندنا. لا يعني عندنا حد احمد الشيخ بكره لو كان جاهز هيخش ناحيه، هيخش ناحيه خلاص، وخلاص اليو ديانج خلاص حجز مكان، مش محتاج بقى، محتاج بقى ايه بقى؟ ترجمه بقى ومنح الثقه بقى انه يسجل. بص انا عندي بعد وجهه نظر اتناقش فيها معاك، ان ديانج اعتقد هو سته، لانه لما بيميل شويه هو ممكن يهاجم في الكرات الثابته، لكن هو عدلته انه بيقف وسط الملعب سته كلاسيك، اللي هو بيبقى واقف وعمرو السوليه بياخد بوكس تو بوكس، ان عمرو السوليه بيزيد ويرجع. طبعا فدي انا شايف حتى ما اقنعنيش انه بيلعب ناحيه اليمين لان مش حتته، فما عندوش سرعات، لكن رؤيته هو واقف قدام السردباكين، وعندنا كمان عايزين، مش عندنا مشكله في السردباكين لكن في اهتزاز شويه، فهو لما يكون واقف قدام ايمن اشرف وقدام رامي ربيعه واقف بشكل متمركز بشكل جيد، حتى الهجمات المرتده هيحصل. ما هو ديانج ما عرفش يعمل لك القفله بتاعه اليمين، ان هو شايف نفسه في الحته اللي بالظبط انا قصدي بتكلم على بادجي، ان هو في راس الحربه محتاج يسجل عشان يكتسب ثقه اكتر. حمدي فتحي بعد الوقعه اللي وقعها في المباراه اتخض، على فكره اتخض لما داس على رجله، فحس نفسه قلق من الاصابه، فحس عارف انت فقد التركيز، وجات له بدا يفكر عشان لسه راجع عارف انت ايه نفسيا. في الحاله دي كان يبقى عندك التفكير، المفروض في اللقطه دي كان لازم يبقى عندك ايه البديل جاهز، وارمي احمد فتحي، لكن خلاص هي قفلت، مفيش شوف هنا خلاص. عارف انت يعني كنت تطلع حمدي، كنت تطلع حمدي وترمي احمد فتحي في اليمين، حتى لو يلعب محمد هاني قدام، لان محمد هاني عامل اكتر من اوفر، اكثر من رائع، منهم الراسيه بتاعه بادجي اللي هو شالها ابو جبل ببراعه. كل الكور خيارات كتير، كان في خيارات كتير يعني، كان عندك ممكن جدا محمد هاني كان خرج وينزل احمد فتحي برضه ناحيه اليمين، ويبقى وليد سليمان ينزل وتخلي قفشه، تخلي قفشه، او مثلا تدي يعني كمان تنقل اديه في الناحيه الثانيه وتخلي وليد. بالظبط بس هي عارف في حلول، بس عارف انت ايه؟ عارف انت لما تهرب منك بالظبط وتفقد التركيز ودماغك في حته ثانيه اليوم ده بصراحه، لا في عدم صفاء ذهني بتجي لك بفتره وراجع يعني برضو مش بايه، عمال تبدل وتعدل فيها ليه؟ ما انت ثابت وزي الفل. خلي بالك يا استاذ محمود، زي ما بنقول اللعيب بيبقى بيمر بيوم صعب شويه، التركيز بيقل او مش في حالته. انت قلت كده المدير الفني كمان، انت حضرتك قلت واحد بيتكلم، قلت لك يوم المباراه بيبقى الحاله فيها ايه؟ اللاعبين والاداره الفنيه كمان. ما انا بقول لك اهو، يوم المباراه توفيق وعدم توفيق. هنا انا عاوز اقول لك ايه؟ هنا يعني ايه؟ ادي بقى الفرصه، حتى لو مش هتلعب باحمد الشيخ، ادي جيرارد رغم الكلام اللي بيتقال يعني، رغم النقد والكلام ده في المباراه، عندك ولد شايفه فرصه اديله. العربي بدر لعيب كويس، ممكن جدا نشوفه. ماشي. بس انا كنت عايز اكلمك في الموضوع ده عشان الناس كمان ما تستعجلش على، طب ما يلعب الناشئين. طبيعي احنا عندنا ناشئين كويسين وعندنا موهبه كويسه قوي. طريقه الدفع بالناشئ ده توقيت، انا بقول ان المدير الفني لازم يكون بلغه الكوره كده حريف فيه، انك ازاي تدخل الولد الصغير في مباراه تكسبه لان ممكن جدا تنزله مباراه هو مش مؤهل، مباراه بلغه الكوره تاني مباراه معقربه او الفريق خسران، او لكن لازم تنزله في اجواء وكمان جنب لعيبه تقدر تساعده بشكل او باخر. العربي بدر كان دايما موجود في القائمه، وده لعيب مواليد 2001، لعيب كويس قوي في نص الملعب. وارد انه وارد بكره نشوف، وارد لعيبه تانية نشوفها. فعايز اقول انك الدفع باللعيب الناشئ لا، عايزه حسابات يعني، ما عايزين ناشئين، طب ما ممكن الناس الناشئين يعني ممكن، طب العب لكن لا حسابات، عايز تكسب ولا يعني. بص
في السنتين الاخاره ابتعد الناشئين بتوع الاهلي عن المشهد، يعني ما شفتش حد المفروض على الاقل رغم ان هم بيشاركوا في التمرينات وموجودين 7-8 على الاقل كنت تشوف واحد واثنين وثلاثه عاوز تشوفهم بعينيك. يعني مثلا هقول انك انت حسمت المسابقه ماشي، مسابقه السنه اللي فاتت كان صعبه جدا وضغوط كان صعبه جدا اي حد يشارك الكلام ده، لكن حسمت المسابقه فاضل عندك 6-7 ماتشات او فاضل 6 ماتشات فاضل 5 ماتشات، فرصه انك انت تدي وتشوف عشان مزبوط. تحكم مزبوط. طب انا هحكم واقيم على السنه الجايه بايه، هقدر اقول احتياجاتي واقول انا عاوز كذا عاوز بايه، بان انا هو قاعد جنبي وشايف ما شايفوش في الملعب بيعمل ايه، بيتعرض لمواقف واختبارات، هل هو جامد، هل هو نفسيا عنده الاستعداد انه يتحمل الضغط. هي المشكله في يعني فريق بحجم الاهلي انه الناس فاكره انه اللي بيروح الاهلي ده بيروح يتفسح، لا ده في حجم ضغوطات كبيره ده جدا ده عليه، في حد يستحملها وفي حد ما يقدرش يستحملها. يعني انت من يوم من اول ما بتدخل من بوابه النادي خلاص اتحط عليك اهتمام ومتابعه وكل تصرف وكل روح وكل جاي ووضع كده، انت محتاج شغل كتير جدا في المرحله الجايه، محتاج تدور على اللعيب الشخصيه اللي يتحمل، محتاج تدور على اللعيب الدولي، كان دايما الاختيارات بتتم لما بتعاقد مع لاعب رقم واحد ويبقى عنده لعيب دولي يلعب منتخب اصلا، منتخب اول منتخب اولمبي من الاساسيات خلاص عشان عدى مرحله يعني ايه الشخصية كسر الحقيقه الشخصيه والتكوين والقدره وانه يتحمل وانه يعني حد واقف تعتمد عليه مش مع المباريات الكبيره يهرب منك ما تلاقوش مع ضغط، طب دي مباراته بدون جمهور، طب لما تلعب في استاد 100,000 يعني عايز اقول لك ايه يبقى الوضع ورد الفعل بيبقى فيه رهبه وبتاع. انا في رايي على يعني في تخيلي ان شاء الله ان النادي الاهلي ممكن يحسم بطوله الدوري قبلها باسابيع، وان الخطه الفنيه ممكن تصير كده انك بتشوف اللعيبه الصغيره وتديها، احنا بنشوف في اوروبا كده يعني انت مثلا ليفربول بيلعب بالصف الثاني مباراه الكاس الاف اي كاب، فهو بيكسب خبرات الولاد دول وفي نفس الوقت هو كمان بيريح اللعيبه الاساسيه عشان عنده تشامبيونز ليج او عنده بطوله دوري، فالمنهج ده موجود واعتقد بايلر ممكن يفكر بالطريقه دي. بس طبعا حسم الدوري بالنسبه له ده مهم جدا، مهم جدا طبعا، وممكن جدا في خلال المباريات نشوف عنصر او اثنين، لكن بعد ما يحسم الدوري انا في اعتقادي الشخصي ان لا هنلاقي مثلا 4-5-6 ولاد من القطاع الناشئين موجودين ياخدوا خبرات، وبالعكس دي هتبقى افاده للنادي الاهلي انه بيوقف الولاد على حيلهم تاني ويدخل عناصر شابه جديده ولازم تدي امل. في احباط يا كابتن هاني، في احباط يا كابتن هاني تحت عندك الولاد في احباط بعض. ولازم الناس تاخد بالها اذا استمر هذا الوضع فلا تنتظر نتيجه من قطاع الناشئين. المجلس الاداره خد خطوه مهمه جدا بالتعاقد مع مدرب اجنبي في هذا التوقيت اراء مناسب ومن الافضل في ظل الارتفاع المهول لاسعار اللاعبين والمشاكل اللي انت شايفها دي كلها، انك انت تشتغل على القاعده من تحت وانك انت تجود. الهدف من انك مش الهدف انك تفوز ببطولات الناشئين وتحط لي كسان وبتاع والكلام ده وكاسات والكلام ده، لا الهدف انك انت تطلع لاعب، الهدف انك انت تدور على موهبه تقدمها للفريق الاول، الهدف انك انت لما توسع القاعده وتشوف وتجيب وتاخد الاهلي عنده كام لعيب اعاره؟ اكتر من 11 لاعب ولاعيبه مميزه طبعا، ولاعيبه مميزه على فكره وعامله شغل خلاص، انت هتسترد منهم على الاقل من 4-5 خلاص، ال4-5 دول اتمنى لما تستردهم ما تقعدهمش، لا يلعبوا لازم طبعاً. يعني عاوز اقول لك ايه طبعا تستفيد منهم اكيد، انت بيبقى شغلك محتاج انك انت شايف ان انت عارف النواقص اللي عندك فين ماشي، فلا تسرف في التعاقد مع لاعبين بقدر ما انك انت تجيب اللاعب اللي هو بينفذ لك الشغل في الملعب، اللاعب المقاتل، اللاعب اللي بيعرف يلعب في اكتر من مركز، ده بيبقى ده اللاعب اللي بيحبه المدرب يعني هي دي حساباتك كده، لكن هتقعد تجيب لي بقى الدوالي على نجوم وملايين خلاص الصوره واضحه. انت عارف يا استاذ محمود عايز اقول لحضرتك حاجه طبعا قبل ما نختم مع حضرتك، حاجه مهمه جدا والكلام ده انا شفته في المانيا، ان على سبيل المثال بايرن ميونخ طبعا بيجيب لعيبه اجانب، لكن عندهم حاجه اسمها طبعا الاكاديمي او اللي هو قطاع الناشئين، بيشتغلوا بمبدا ان اجباري مش اختياري، ان يكون متواجد من عدد من 1-3 لاعبين خريجي قطاع الاكاديميه اللي هو قطاع الناشئين يكون متواجد كل سنه في الفريق الاول، مش في الاول ان هو بيلعب اساسي لا متواجد وبيشارك، فعشان كده دايما في بادجت معين بيتحط للعيبه الاجانب الغاليه، لكن كمان في مكنه تفريخ زي ما بنقول اجباري، الكلام ده يعني كمان الشغل اللي تحت
ما يكونش عندي اكاديميه وعندي قطاع ناشئين واغيب سنتين ثلاثه ما طلعتش حد. لا، ده الشغل لازم يكون اجباري، انت مطالب انك كل سنه تطلع لي عدد من 2 لـ3 لاعبين. اياكس كده، انتر ميلان كده، بتتكلم على في انجلترا كان المان سيتي، يعني بتتكلم على التوب ليفل بتوع الخمس دول في اوروبا. بقى قارن عندهم ده كابتن، قارن بين المانيا، منتخب المانيا ومنتخب انجلترا، تقدر تقول لي كام لعيب بيلعبوا الانديه الانجليزيه لما بتنزل تلعب، كام لعيب انجليزي في الفريق؟ انت تعرف انه في التشكيل بيبقى ما فيهوش لاعب من الدوري. هقول لك على حاجه، ده هدف بطوله، هدفها المكسب فقط، والخاسر هنا المنتخب. وحتى عدد المحترفين الانجليز خارج انجلترا اذا لعبوا في دوريات مختلفه قليلين قوي. يعني بص على نتائج اللي علمت الناس الكوره، ما خدتش غير بطوله كاس عالم ومشكوك فيها، اقصى حاجه وصلت لها السيمي فاينل وخرجت فخر بطوله، ما عملتش نتائج اكتر من كده. لكن تعال شوف الالمان، شوف الفرق بقى، شوف الاهتمام بابن البلد، شوف الاهتمام بابن شوف الحقيقة. الاهتمام بالناشئ ازاي. تعال انت بص علينا احنا النهارده، تقدر تقول لي مين راس حربه منتخب مصر؟ ما هذا يا استاذ محمود، انا طبعا انا معاك 1000000%، انا بتكلم على موضوع ان هو نترجم الكلام لحقائق. بمعنى قطاع اي قطاع ناشئين تسال كده اي حد يقول لك مهم قطاع الناشئين، ان احنا بنطلع لعيبه من قطاع الناشئين للفريق الاول. طيب لازم العمليه تكون عمليه واجباريه، انت لو ما طلعتليش في خلال السنتين اللي جايين 3-4 لعيبه مؤهلين بشكل كويس مع الربط مع الجهاز الفني، لانك لازم تربط مع الجهاز الفني، انتوا محتاجين ايه يا جماعه خلال سنتين؟ ايوه انا عندي والله ممكن يكون عندي مشكله في الباك اليمين، تبدا تدور من تحت، لا انا ممكن عندي باك يمين، عندي مشكله النادي الاهلي ممكن عندي مشكله في السردباكات، ما تبدا تدور تحت من الولاد تحت 17 سنه، ما بقولش كمان الفريق الثاني تحت 17 سنه عشان ياخد سنتين ثلاثه فوكس وتمرينات معينه، طالما الولد ده بروميسنج هيبقى عنده 19 سنه يلعب مع النادي الاهلي وهكذا. انت بتتكلم في ملف مهم جدا، وبنتكلم في عمليه العلم دخل فيها. مش في حضرتك في الانديه الكبيره في المانيا الناس بتشارك كده كلها، مش في فريق ثاني؟ الفريق باء، الفريق باء طبعا موجود، خلاص موجود ماشي. بتروح لما تيجي انت بتاخد لعيب هنا من مصر من اي دوله عربيه من افريقيا، بيروح يلعب بالفريق الاول على طول ولا بياخد فتره لما يتعود ويتاقلم يلعب مباريات تحت؟ بعد كده الراجل المدير الفني بتاع النادي بيبقى شايف وبيقول للمدير الفني بتاع الفريق عندك حق. يا استاذ محمود، انا لعبت كاس عالم ورحت ترايل على ساوثهامبتون في انجلترا، ما اتمرنتش مع الفريق الاول، انا كنت بنزل مع الفريق الثاني فريق الامل دوت، كان رحت انا ولاعيب كاس عالم، رحت عملت ترايل معاهم، وكان الان شيرر كمان كان موجود، الان شيرر اللاعب الكبير طبعاً كان موجود في الفريق الثاني نيوكاسل طبعا. فالفريق الثاني ده هو المضخه الكبيره للفريق الاول، فنتمنى ان شاء الله، ويعني كلنا امل ان شاء الله ان قطاعات الناشئين في مصر كلها وخاصه في النادي الاهلي انها تشتغل باحترافيه، وانها نشوف ولاد النادي ان شاء الله ونشوف اللعيبه المميزه ان شاء الله يلعبوا في الفريق الاول باذن الله. بنشكر حضرتك يا حوار ثري جدا كالعاده يا استاذ محمود، بنشكر حضرتك وان شاء الله على تواصل ودايما موجود معانا. بنشكر الضيف اللي معانا ونطلع فاصل، وبعد الفاصل طبعا النجم الكبير اسامه عربي وسام.